السلام عليكم متابعين ديالنا الاعزاء، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كما كتشوفوا اليوم فيديو جديد، نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. تشوفوا اليوم عيد الام، وبغينا نديروها لماما مفاجاه، نتمنى تعجبها ان شاء الله. ويا المتابعين كاع ما مخبره حتى حاجه، اتفقنا غير انا وخواتاتي اللي خطيهم عليا، الله يخليهم ليا وعاونوني. ايوا المهم هي دابا صلات وخرجت تقدا شي حاجه. المهم ها هي دخلت البيت النعاس، المهم غنمشيو عندها ونشوف واش عارفه شي حاجه ولا لا. هي ما عرفت حتى حاجه، يلا جيو معنا نمشيو عندها. ايوا دابا حنا غنمشيو عندها. ها هي لات ما عرفتش شكون اللي هز واحد الباب ليد المايو، والله ما عرفت. ومعنا المتتبعين ماما كنصوره ايوا انتما المتتبعين ديالنا. شنو هو الفيديو اللي كتصوروا بيه؟ واحد الفيديو ماما عيجبك ان شاء الله. صح وصل هذا الخشاش مرات. ايوا المتتبعين المشاهدين ديالي، بعدا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد مع ملكه وبناتها. اليوم راه دايرين فيديو في دار اختي فاطمه، ونتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. المهم شت ناسي ما كتقول لك شي مفاجاه، انا ما عارفه والو. انا راه كنت كنصايب الحلوه وكنت صايمه، عاد جيت فطرت وخرجت خديت شي حاجه ويلا دخلت لبست الفراشه ديالي. جيت لقيت الماريو، الباب ديال الماريو تهرس، ما عرفتش شكون يهرسو. بنات كنهضر هي جات من التليفون مورايا، ما عرفتش كاين شكون هنا. تيم ايوا ماما اليوم دايرت لك واحد المفاجاه بالنسبه ديال عيد الام. عيد الام اليوم، لا هذاك عيد المراه اللي انتي وما علمتينيش ندير شويه د المكياج. راكي زوينه بلا مكياج اليوم متتبعين. حرقني فرانه د النار. ايوا متتبعين اليوم كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا، نتمنى يعجبكم. واللي عنده شي ميمه الله يخليها ليه ويطول في العمر ديالها. والحقيقه متتبعين ماما دابا غتقول لهم واحد الكلمه في حقي، واش عماني نسيتك في شي؟ لا متتبعين اي ما نساتنيش في عيد الميلاد وعيد المراه. شنو درت لكم في عيد المراه؟ كانت فيه التصويره ديالي والله الا حمقني دابا. كتقولك ماما حتى واحد ما يشرب ليا فيه. واللي عنده شي ميمه اللي يخطي عليها، والميمه هي الضو ديال الحياه الضو الدنيا. والله المتتبعين المتتبعين الا فاجئوني بناتي، فاجاتني ناسي ما وريتهاش. ها انتوما الطرطه ما عودتش عليها. الحلوه عاد الحلوه ماشي انا اللي صايبتها، باش تقولوا عاد الحلوه سقت لها البلاطه. المتتبعين عاد الحلوه واقيله بحال الا شت امينه جابتها لك. اييه يلي وهاد الحلاد مهمة الحفلة ما عودتش عليها. إوا شكرا لبناتي الله يخليهم ليا، والله يخلي ليا الضياف اللي جايين لقاو الحفلة ما عودتش عليهم باش ولقاو هما الخوالي الصغيرين هما ناسي ما يشوفو. شوفو شوفو هما ركابي باش إوا كيما كتشوفو المتتبعين. والله إلا بناتي كبروا بيا الله يكبر بيهم. شكون اللي فاتك الصوت؟ كبروا بيا عطيك الرضا يا الحبيبة ديالي، عطيك الرضا. شوف أنا غيما تفرحي وكبر هسي يا اللي صايبت لي الطرطه. نعيمة اللي صايبتها لينا. مشيتي تشاوتي والله يخلف عليك انا نعيمة. بالصحة والراحة. واخا داك الشرايط من حق الحق النبي. بس ما كاين اللي خاطر شي غاسكين. ايوا المهم لواحد غير اللي عنده شي ميمه الله يخليها لي. امين. يا ربي يخلينا خلي لينا والدينا وخلي لينا لولادنا. يا يا واش شنو كاين من متتبعين؟ سي ولا تفيد المتتبعين الله يحجبهم لي كتبنيات والله يعاونهم عليهم وتكبرهم ان شاء الله. لا حسن على الصوت الله يخلي لي والدي الله يخلي لي شي كلمه خالتي نايم يخليك انا ليا جرب المتتبعين. يا ربي الله يخلي لي المتتبعين ديالي راهم عزاز وغاليين. الله يخلي لي ماما خوتك. والله الا راه عندي العائله في اليوتيوب كثار من العائله ديالي. والله كثيره وزوينه الله عطاها الرضا. داكشي اللي قلت لا واخا عندي العائله، ولكن العائله ديال يوتيوب عاوتاني كثار، عائله تيك توك والعائله ديال ما تنهضروش على اليوتيوب. حنا تنهضرو غير خارج داكشي اللي كاين خارج اليوتيوب. عطيني مشى ربي وداخل اليوتيوب وداخل اليوتيوب اكثر يا ريتاج. اي ريتاج مع دارت العمليه تشهرات كلشي كيعيط عليا كيبقى ريتاج. قول لهم وليت شويه ياك ولات شويه دابا ولات كتغلط. شوفوا الكليكات ديال ريتاج بغيتي نغلط.
نجيبوا الناس نقطعوا الطرطه ديالنا ونكبوا المرضه ديالنا علينا الطرطه اللي دارت نشوفوا الطرطه اللي دارت لينا نعيمه حنا قابلين على الدراما الجيكا يا نعيمه ضحكتي تغير يا امي الله الله يكبر لك مروه انت تبقى تحت في البيت المهم انت واخا يفكرك يحيى يحيى نعيمه ملي تجي نعيمه نبتي ساعه بعدين نبتي لا خلي واش بغيتي نحلو كلشي شرب عادي يا بنتي يا ورده مشتي يا نعيمه مرحبا يا ورده مشتي يا نعيمه او جاك مشتي ماما انا غادي نكلك كتبها الطوطه ديالك يا نعيمه زوينه صافي هاكولي والله الموتى تبعيني انا دارت الطرطه وانا ما نتوما غيدوقوا المشاهدين كاين محضر تاع ليكم هذا هو الفيديو ديالنا صافي سالينا باقا واحد المفاجاه قالت مفاجاه اخرى مشتي هذه المفاجاه انا اللي غادي نديها لكم حيت كيبان لي شكون اللي غادي ناخذ ليها دابا دابا لا انتوا بلاتي هذا هو الكادو شحال عطيتيها لي تاج بلا كذوب قدام الصايا ماما والله الا ناسي ما كدير ليا الصايا بلاتي غير قربي خليه لا تلش ها انتوما ملكه ولا يمس ولا لي تاج شحال عطاتها دابا بغيت نعرف شكون اللي كيصايب لك هادشي كاين دايبي كاين دايبي وفاش دارت ليا الغرا وزات التصويره ديالي وصايباته وداك الكاس الماء هادشي واعر شكون اللي قال لي شحال عطيتي شحال عطيتي لي انت تقولي الصراحه ما تخليش بلا تبيع شحال دابا وشحال ما شريتها شحال ما شريتها لا ما تقولش حتى انا ايوا درهم لعبتي راه تبعتي والله الا زوينه السلسله شوفي يا ماجده قربي انا سي ماجده مسكين ديري ليا ديال اليد بنتي دابا فاش درتي ليا مالك مالك ام نسيمه ايوا الله يحجبهم لك الله يحييهم ايوا قبل انت سالتي ديالك ديالك هذا ديالك ضروري خصك تدقي ديري لنا شي تصويره انا وبنتي بهاد الكلمات بينتكم وا المهم دوزنا هادشي يا زوينه واخا ما عولناش والله ما عولنا على هادشي والله كاع ما عولت عليها انت المره جات جات وقت انا عيد عيد لهم انا عيد 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 هاتي يا سنة سنة هاتي كتحتفلوا بيا بناتي اختار نسيتي اليوم ماما ها هي الكادو شتي بنتي شريتها شحال باش استعملت في هذا الكادو ولا لا خبار راه استعملت بدرهم ونص اش درهم ونص غير درهم غير درهم باش استعملت وما كذبتش قدام المتتبعين والله ما كذبت هاجي واجي والضيوف ديالنا هنا الى الاعجاب ديالكم حيت سولينا تبين غاس حيت سنا لكم جوال رجلك المهم المتتبعين ما بقى الا نقول المتتبعين ديالي بالسلامه عليكم واللي عنده شي ميمه يتهلا فيها